خسر بهدف في الصين بعد التعادل 0-0 في استاد هذا في دبي ضد فريق إيفرغراند غوانغزو. وخطيرة وفرصة الهدف الأول عن طريق الحسن الدياي. الآن الكرة تعود من جديد في الناحية اليمين، تتخلص إلى جهاد، يا سلام، يلعب الكرة ممتازة من جهاد الحسين ولكنها خاطئة. مرت الآن، ترجع الكرة من جديد لدى الزين، يحاول الزين يلعب الكرة العظيمة ممتازة، ممتازة الكرة الممتازة. هدف سكرة يا منير، هروب بين المدافعين، وضع الكرة في شباك حسين شعان. الله على أحمد الزين، الله على التشيكاوت، الثقة، المعنويات، الروح، الذكرى. يلعب الكرة طويلة لكن ماجد هزازي يتابع الكرة، تعود الكرة الآن للتعاون، جهاد ممكن جول. هذه ضاعت للتعاون. وصانع ثلاثة خربة، لكن اللاعب يستمر، وصلت الكرة، هدف، سقوط، فرصة، وركلة جزاء. جهاد الحسين ياخذ كرة يلعبها، محاولة، الزين استلم، الزين ما هو، ركلة جزاء. يستمر والكرة عند ربيع، هذه فرصة لربيع من مسافة بعيدة، ربيع مر إلى الزين مر. يا الله، كل فرصة تضيع. أيسر ماتشادو من سجل هدف الذهاب الوحيد، يلعب كرة للأمام، أحمد الزين استلام، انطلاقة على الطرف الأيسر، مر بمهارة، أحمد الزين يلعب الكرة، تمريرة رائعة، منقولة، ملعوبة في العمق، محاولة وانطلاقة، جول ثاني. الله، عند رائد العبري مع الكرة، رائد عايز يلعب بالأرض، لعب بالأرض فيها خطورة، وعيد هنا الكرة، لكن توزن كان ضغط مع ريكاردو ماتشادو، وضعت ردة المرتدة، يفولو واحد على اثنين، يفولو أبعدة، عادت الآن جهاد الحسين، يحضر إلى الزين عن طرف يمين، أحمد كذلك بالرأس، مصعب العتيبي الماضية، كرة تتخلص، تمريرة، أمين حسين، أحمد صاحب الهدف الأول في هذه المباراة، أحمد عالي للجهاد، خطورة في المرمى، يبحث عن الهدف الرابع. شوف الاستحواذ والنسبة العالية جدا. خطأ وتدخل قوي على أحمد الزين، لاعب المميز عبد العزيز المنصور.
تأتي للزين الآن على الخط، الكرة ما مرت، إيفولو خطيرة الكرة وتعدي، فرصة خطيرة خطيرة خطيرة. أحمد الفامي طلب من قبل الجماهير على وجود خطأ، الزين بمهارة بالأولى، بالثانية فيها سقوط، بالثانية فيها سقوط وخطأ لصالح التعاون ولصالح أحمد الزين. دفاع أكثر من رائع مع عجفين البيشي، مع أحمد الحبيب، مع عبد السلام الشريف. إلا إذا إلا إذا إلا إذا إلا إذا واحدة منها سجلت، إلا إذا واحدة الفتح ويعادل النتيجة في هذه اللحظات. أحمد الزين الزين تسديدة قوية كانت، لعبها للعربل صالح اللي يلعب أساسي في مباراة اليوم، يتقدم يلعب الكرة العرضية، رجع مين؟ أحمد الزين، هذا اللي يقول عليه القوميز، يقول عامل الانضباط مهم للاعب. خالد راضي من مرمى بتوقيت رد مرة ثانية خطير أمام المرمى، خالد راضي محاولة الزين، الزين الزين يكمل، الزين للتعاون، جول للتعاون. لدينا أيضا في الاختيارات، اختيارات النجم الكبير محمد عبد الجواد الموجود في الاستوديو التحليلي، ويعني والله أبو عابد يعني حتختار، ما أنت ما راح تختار في بهذه الطريقة، راح تكون مزعجة ومكلفة للفريق. محمد عبد الشافي شوف يا السلام، يعني الزين ما شاء الله تبارك الله ما هو معطي، واختفي الآن محمد عبد الشافي، ضغطوا عليه، تخلصت أرويلي، كرة للتعاون، هجمة مرتدة سريعة للتعاون، أحمد زين انطلق